تقاوى والبنادق حيلتك راح ما تساوى ايش من خير الرجال بالنصر قادم كلنا من اجل عرسك يا بلادي كلنا من اجل عرسك يا بلادي. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيد المقاتل. نذهب وإياكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة إلى زيارة أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة، لننقل لكم حياتهم العيدية وكذا معايدتهم في الخطوط والمواقع الأمامية. جيشنا يا صانعين امجاد عيدوا لشعب هيبة وامجاد سنفرنا يا حماة بلادي يا لمن ضحى لعز بلادي علي الوطن بمزج لحون شادي وجيش الوطن بكاتب وافراد لاجل الوطن تبي بقيد الزنادي والروح ترخص لليمن والسعادة جيشنا يا صانعين امجاد عيدوا لشعب هيبة وامجاد دمتم نفرنا يا حماة بلادي يهنا لمن ضحى لعز بلادي وانسك قصيدي والحظى وقادي في كبد غازي موطني وسيادي وانا المهاجم في الجبل والوادي احمل سلاحي واصبعي بزنادي جيشنا يا صانعين أجواء عيدية نقضيها وإياكم أعزائي المشاهدين هنا في ميدان الشرف والبطولة في جبهة عدوان والجدافر شرق عاصمة محافظة الجوفة، لننقل لكم من خلالها وإياكم أعزائي المشاهدين الأجواء العيدية التي يقضيها أبطال القوات المسلحة مسنودين برجال القبائل والمقاومة الشعبية. إلى جوارنا أعزائي المشاهدين قائد اللواء 127 العميد الركن قائد اللواء 127 قائد المحور الجنوبي اللواء 127 إلى جوارنا أعزائي المشاهدين قائد المحور الجنوبي قائد اللواء 127 العميد الركن عبد الله الضاوي. بداية العميد الركن عبد الله الضاوي، حياتكم العيدية التي تقضونها هنا في الخطوط والمواقع الأمامية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نهني قيادتنا السياسية ممثلة في المشير عبد ربه منصور هادي ونائبها الفريق علي محسن صالح الأحمر ودولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير حمود بن عزيز، كمان نهني أبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية وشعبنا اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأما سعادتنا عن العيد في جبهاتنا فنحن سعداء جدا والله، لو تشوف تروا أو تنظروا إلى الأبطال في مدارسهم ومواقعهم يعني هامات على الجبال، معنوياتهم تناطح السحاب، رغم للأسف الشديد الوضع الذي يعيشوه من تأخير المرتبات ووضعهم المعيشي والنزوح وغير ذلك، لكن هناك أبطال والله إننا نستصغر أنفسنا أمامهم عندما نواجههم وهم ثابتين كثبوت الجبال، عندما نأتي لنرفع معنوياتهم هم الذي يرفعوا معنوياتنا. أولئك الأبطال في كل الجبهات، وعلى وجه الخصوص أخص بالمنطقة السادسة تمام، والذي لاحظت أنا أن هناك أبطال يعني يزيدون من العزة والكرامة وهم يحمون هذا الوطن ويدافعون عنه في وسط هذه الظروف، كما تشاهدون السيول تحيط بهم من كل جانب والعدو يحيط بهم من كل جانب، ولكنهم صامدون ومستبسلون لصد هذا العدو وينتصروا لهذا الوطن ولهذا الشعب اليمني المكلوم. أسأل الله أن يرفع عنا الغمة وأن ينصر جيشنا وشعبنا وأن يحفظهم من أمامهم ومن خلفهم ومن بين أيديهم ومن شمالهم ومن فوقهم، وأعوذ بالله أن يغتالوا من تحت أقدامهم. وتحياتنا لكم ولكل الوفد المرافق التوجيه المعنوي والأخ مساعد قائد المنطقة وجميع الأخوة المرافقين ومؤسسة وطن الذي زارونا في هذه اللحظات وفي هذا اليوم المبارك، فأنا أقول لهم أهلا وسهلا بهم، حللت أهلا ونزلت أهلا، وستجدون ما يسركم من أبطالنا في مواقعهم ومتارسهم. تحية أخرى لكم، تحية مرة ثانية لكم وشكرا لكم.
تواصل زيارتنا العيدية أعزائي المشاهدين هنا في جبهة عدوان والجدافر شرق عاصمة محافظة الجوف، ونلتقي هنا أحد القيادات الميدانية والعسكرية العقيد عبد الحميد الضاوي القائم بأعمال قائد اللواء 127. بداية عيد مبارك، كل عام أنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة، والوطن والأمة بخير وعافية ونصر إن شاء الله. كيف تقضون إجازة عيد الأضحى المبارك هنا في ميادين الشرف والبطولة؟ نحمد الله على كل حال، وقد من الله على وطننا الحبيب بالأمطار الوفيرة، ونقضي أمتع الأوقات في المتارس وفي الخنادق وفي الجبهات، وأمور الجبهات بخير، لا ينقصنا سوى تحرير الوطن إن شاء الله قريب إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. كل عام أنتم الجميع إن شاء الله. عيد سعيد وكل عام أنتم بخير. من أرض الميادين وشرف البطولة، عيدنا جبهاتنا أعيادنا، وتحياتنا لأبناء محافظة عمران وصعده وعمران وجميع المحافظات، وإن شاء الله النصر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيد حمزة وثاب أركان حرب اللواء التاسع مشاة. أولا أبعث تحياتي وتقديري لفخامة القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، ونائبها الفريق الركن علي محسن صالح، وكذلك إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وإلى قيادة المنطقة العسكرية السادسة. كذلك أبعث تحياتي إلى كل مقاتل مجاهد مرابط في أثناء العيد في جبهات الشرف والبطولة، كما أبعث تحياتي إلى كل أصدقائي ومحبي، ونشكر جميع نشكر دائرة التوجيه المعنوي، وكذلك نشكر قيادة المنطقة على هذه الزيارة الطيبة، وكذلك نشكر منظمة مؤسسة وطن. باسمي وباسم الضباط وقيادة اللواء التاسع وضباط اللواء التاسع وافراد اللواء التاسع، نرفع اسماءات الثانية والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لقيادتنا السياسية الحكيمة الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وفخامة المشير الركن علي محسن صالح، ومعالي سيادة دولة رئيس الوزراء، ونقول لهم ابشروا فكل الرجال ثابتون في مواقعهم، ولا نريد منكم إلا تحرك جاد على الميدان، بقدر ما حسمتوها سياسيا احسموها عسكريا، فنحن جاهزون ومستعدون في أي لحظة. شرعنا في المتارس ما نخيب، شرعنا في المتارس ما نخيب، جيشنا الأمن والشرطة سوا، جيش والأمن والشرطة سوا، بالطواير نحارف الهوى، بالطواير نحارف الهوى، بالعيارة الطويلة المدى، بالعيارة طويلة المدى، بالعيارة طويلة المدى، جيشنا يا رفيع المستوى، جيشنا يا رفيع المستوى، شعبنا حملك مسؤولية، شعبنا حملك مسؤولية، وفر الأمن له والحرية، وفر الأمن له والحرية، وفر الأمن له والحرية، لا مرض شعبنا فانت الدواء، لا مرض شعبنا فانت الدواء، لا مرض شعبنا فانت الدواء، جنودنا في ليالي العيد نقل السلام الوفا منهم، قالوا لهم عيدك وعيد المجد وطوال خلف بدر عشد عيد وسدر الغيد، وشلون بحصي محاسنهم لو انهم ما هم بشارهين، ما
أقاتل مع قائد اللواء 110 العميد الركن عبد العزيز حنكل. بداية العميد الركن عبد العزيز حنكل، عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام طيب إن شاء الله، وجميع الأبطال والمقاتلين في جميع الجبهات والميادين المرابطين في هذا الوقت المبارك الذي إن شاء الله ما بعده إلا النصر. حياتكم التي تقضونها هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة الجدافر شرق عاصمة محافظة الجوف مدينة الحزم. والله عيدنا بقية المجاهدين والمرابطين في الجبهات كامل، عيدهم يعني جهاد ورباط ونصر ومعنوية وتحايا، يعني تحياتهم لجميع الأبطال بداية من الأخ رئيس الجمهورية القادة على قوة المسلحة ونائبي الأخ علي محسن صالح والأخ وزير الدفاع والأخ رئيس الأركان وجميع المسؤولين والمرابطين في جميع الجبهات والقادة. كلمة لك أو رسالة تود ترسلها عبر برنامج عيد المقاتل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأسرتك الكريمة وكذا للقيادة السياسية والعسكرية ولأبناء الشعب اليمني. والله عيدي كعيد كما أسلفت كعيد أي مرابط أي مجاهد، نقول لجميع أسر الأبطال وأسر الشهداء أبناءكم وأخوانكم في الجبهات في أحسن حالة، والله في أحسن حال، الأمطار والنصر والقتال يعني اجتمعت جميع المواهب من الله سبحانه وتعالى لهم، ولا يصلها أحد غيرهم، وهم مقتنعين بهذا الكلام ومروا على جميع الجبهات وتصدرون المعنوية عندهم إن شاء الله. منصورين، كل عام طيب. كل عام طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد عبد الله. والله حياتنا العيدية في جبهاتنا، ورسالتنا لقيادتنا السياسية الممثلة بعبد رب منصور هادي القائد الأعلى ونائبه وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية السادسة، نقول لهم نحن مستعدين لخوض المعركة الأخيرة حتى تحرير كل شبر في أرض الوطن. والله لو أمرتونا نخوض البحر لخوضناه. ونقول للرسالة للعدو، تمهل، أمامك أبطال يحبون الموت كما أنتم تحبون الحياة. فنحن ليس خرجنا من مديري أو من محافظة، إنما خرجنا لاستنزاف العدو والعودة لتحرير ما تبقى من الجمهورية بالكامل. والرسالة الأخيرة التي هي للأبطال المرابطين في الجبهات، نقول لهم ثقوا بأن نصر الله قريب، والله غالب على أمره، والنصر صبر ساعة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. العقيد ياسر الورد مالي تلوى 110 مشاة، إنها لحياة كريمة في الجبهات، وإنه لعز لنا، وإنها حياتنا، ولن نرجع عنها أبدا حتى يتحقق النصر الكامل وتحرير أرض آخر شبر من أرض الوطن من الميليشيات الغادرة. وأهدي سلامي لكل أقاربي وأخواني ولكل يمني حر غير على بلده ووطنه ودينه. والسلام عليكم ورحمة الله. في الجوف عزره القطاط الأرواح، من هو يريد الموت يا مرحبا به، ما ند جهنم حتى هنا في الضاح باب المنايا والشقاوة الكآبة. احنا وحوشهم حق الأهوال وسلاح نسومهم ونهشهم في الحرابة، نجتاحهم مثل الوباء حين يجتاح، نبطش بهم بطش الأسد وسط غابة. في الجوف عزره القطاط الأرواح، من هو يريد الموت يا مرحبا به، ما ند جهنم حتى هنا بالأفضاح باب المنايا والشقا والكآبة. كم من سمى يدع قرن دلهام قحداح، ظلوا أمامه في المعارك هرابة، ما حال يهنى بالخميني ويرتاح، لابد ما نكسر قرونه ونابه. بالقلب عزرا القطاب والأرواح، من هو يريد الموت يا مرحبا به، ما رد جهنم حتى هنا براكين ورياح، انسى لنا ربي عليكم عذابه، فالمخدره والبدع والبال صرواح، جفت جفت السهل والشعاب.
بابا بالجوف عزراء القبا والارواح من هو جديد الموت يا مرحبا ما نبقى هنا حتى هنا بلا فرح باب المنايا والشقا والكابا اصوات تغزل في الليل وصداح لفت من هل اصوات قد صوابه ما نعرف الخيف ولا اليعش والاح احنا اسد الحرب واحنا ذيابا بالجوف عزراء القبا يا مرحبا ما نبقى هنم حتى هنا بلا فرح باب المنايا والشقا والكابة والخير بعد فرق النصر قد لاح على اليمن والشعب بشراق ترابة النصر وشهادة ابن رزاق فتح طالبك يا الله وانت ملك الإجابة بالجوف عزراء القبا والارواح من هو يريد الموت يا مرحبا حتى هنا بلا فرح باب المنايا والشقا والكآبة العقيد أحمد محمد عبد الله الجيبلي. إنها لحظة نتمتع بها في نسمات الخير بهذا العيد وزيارة أخواننا لنا تشجعنا وترفع معنوياتنا في جميع الجبهات، ونتمنى النصر القريب للجيش الوطني وأن يكون نصر تمكين وعز وتمكين في هذا اليوم، وشكرا لكم. العقيد معيض علي محسن المحبوبي ركن تسليح اللواء. في هذه اللحظة أتمنى لأخواني المجاهدين في كل مكان أن يبتسموا لعيد الأضحى المبارك، ونهنيهم من قلوبنا بكل صراحة، ونتمنى لهم النصر والتمكين، ونبلغ أهالينا في كل مكان أن احنا في نعمة وفي خير، وأن احنا سننتصر بإذن الله، وسننتصر مهما كان الأمر على هذه الشلة الباغية التي لا زالت تطغى في الأرض وتطغى وتسعى في الأرض فسادا. ونتمنى لكم ولأخواننا التمكين والثواب من الله عز وجل ولجميع المقاتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نود أن نشكركم على هذه الزيارة، وزيارتكم هذه لنا تزيد من المعنويات، فمعنوياتنا في يعني فوق السحب، يعني معنوياتنا في كل يوم تزداد أكثر وأكثر، وأمل النصر بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني قريبا وفي قلوبنا، إلا أن رب العالمين لم يكتب الإذن بذلك فقط، ولا نحس النصر في قلوبنا، وأن النصر آت بإذن الله، ورحل من رحل، ويعني هرب من هرب من الجبهات، أما نحن فنحن صامدون، فنحن هنا مرابضون إلى أن يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نحيد على هذا المبدأ أبداً أبداً مهما كان. رسالتي العيدية، أود أن أهنئ جميع من في الجبهات بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك، وأن أهنئ أهلينا أولاً في صنعاء الذي هنا تحت يعني مظلة ميليشيات الحوثي، نهنئهم بهذا العيد، ونقول لهم إن شاء الله بإذن الله قريباً سوف يتم التحرير بإذن الله، ويعني هذا ما نقول. ونقول لأهلنا في مأرب والمحافظة المحرة، شدوا من مآزركم، شدوا من هممكم حتى يتم النصر والتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى، وعيد مبارك على الجميع. نحن نجاهد ونرابط في سبيل الله في أعيادنا، في ثغرات العزة والبطولة، ونحن ندافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض الصحابة، ومستعدين وندافع بكل ما نملك من أجل الحرية. الحرية هي أغلى ثمن. الحرية يعني نحن لا يعني لا نريد العبودية للحوثي وأكنان الحوثي، نحن سنجاهد حتى آخر قطرة من دمائنا، حتى يكتب الله الأجر والجهاد في سبيل الله، وكل عام وأنتم بخير. الرحمن الرحيم. نرفع أسماء التحية والتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية ونائبيه بمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك، وكذلك نرفع إلى كل المرابطين في الثغور والجبهات، المرابطين على قمم الجبال وبطون الأودية ومنعطفة الصحراء، ونقبل أيديهم وجباههم على الجهود الذي يبذلوها من أجل نضال ومن أجل دحر الميليشيات الحوثية، ونشكر أيضا الجيش الوطني على المهام الذي يقوم بها بمساعدة المواطنين العالقين نتيجة السيول المتوافدة من الجبال، حيث يقوم أبناء الجيش الوطني بمساعدة العابرين في من السيول،
وإنقاذهم وإخراجهم إلى بر الأمان. وكذا حقيقة نحن نشعر بفخر واعتزاز بصمودنا في المتارس، ونحن نعيش هذه اللحظات الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشعر بسعادة عامقة ونحن وبجوار أبنائنا المقاتلين في كل الجبهات، فلهم مننا كل التحية والتقدير وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله واجهت العدو والمعقد، والحوائم محلك والمعارك شاتتة، لجل نحيا بعزة في وطننا ونسعد، لجل ديني وشعبي والوطن والعقيدة، لجل تبقى بلادي والتراث المشيد، لجل نحظى بدولة والوطن نستعد، لجل تبقى صلاتي والعبادة موحد، لجل تبقى المدارس والمساجد ماشدة، فنجاهد نجاهد كل خائن في مرتد، لو هلكنا جميعا حيث ما الله يريد، عقده شعري وانت يا ربي يشهد، موقفي نحو شعبي مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج عيد المقاتل، والذي كنا فيه وإياكم مشاهدينا الأعزاء في جولة ميدانية عيدية نقلنا لكم من خلالها الأجواء العيدية التي يعيشها ويقضيها أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة. حتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم ودام الوطن بألف خير. تارك من يطلب العزة يداو، والبنادق حيلتك رحمة تساو، ايش من خير الرجال بالنصر قادم، كلنا من أجل عزة.